كنا كنعرفوا بان التحول الرقمي ما يمكنش ينجح الا ما كانش هناك تحديث للبنيه التحتيه لتكنولوجيا المعلومات. ومن هذا المنطلق جاتنا الفكره في تنظيم يوم دراسي في مدينه طنجه من اجل افصاح عن ما هو جديد في مجال التكنولوجيا المعلومات كالتامين الرقمي بطبيعه الحال، كاللجوء الى العمل هجين، وكذلك تحديث التطبيقات باستعمال السحابه الالكترونيه. لماذا مدينة طنجة بالضبط؟ لأن طنجة أصبحت قطب اقتصادي وهي في تطور مستمر وتمهد للشركات للاستقرار فيها، ونحن كمهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات من واجبنا مواكبة هذه الشركات وحثها على تحديث تكنولوجيا المعلومات من أجل إعدادهم للتطور الرقمي. كما كتعرفوا سيدنا كيعطي أهمية لتحديث تكنولوجيا المعلومات، والمغرب قادر الحمد لله باش يكون رائد اقليمي في هذا المجال. اليوم هنا باش في يوم دراسي اللي عنده فيه على تطور النظام المعلوماتي للشركات المغربيه، وهذا في اطار الديناميه اللي جا بها جلاله الملك اللي تنسعى من خلالها الى تطور هذا النظام المعلوماتي، ولكن كوموندي دون لو ريسبي ديال لي نورم اللي كاينين في هذا اللي كاينين كوساسوا في المغرب بحال لا لوا 0908 ولا لي لوا انترناسيونال بحال الار جي بي دي ولا لا لوا ايزو 27001 واوتر. اذا حنا هنا باش نشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوا الشركات في المغرب انهم يقدروا يدوزوا للرقمنه ديال النظم ديالهم، ولكن في نفس الوقت يكونوا على يقين بانه هذا الرقمنه تدوز في احترام تام للقوانين الساريه في البلاد من ناحيه ديال لا سيكوريتي دانفورماسيون. اذا اليوم احنا هنا باش نشوفوا كيفاش نقدروا نبنيو واحد النظام متكامل اللي فيه تنكونوا تنديروا هاد الرقمنه وفي نفس الوقت تنكونوا في احترام للنظم ولي نورم انترناسيونال. اليوم جينا هنايا على لا مودرنيزاسيون دو لاي تي دون لاندستري، سي اون بلاصه بور نو الفار اللي نكونوا هنايا. علاش لوجيتيك الشركه اللي كي اكومباني لي زونتربريز دون ديفلوبمون دو لا ديجيتاليزاسيون؟ شنو الهدف من هذا اللقاء؟ الهدف من هذا اللقاء لوبجيكتيف دو بارتاجي لا فيزيون دو لوجيتيك. اش اي الشركه اللي خاصهم هنايا في طنجه باش يبداو لا ديجيتاليزاسيون ماشي غير القاعات ولا حاجه هكاك، خاصهم يديروا لي فيديو ميتينغ، خاصهم يديروا لي ميتينغ ا ديستانس، خاصهم يذاكروا مع الانترناسيونال من دار بيضاء، رباط، دافريك دو سود، فرنسا، طنجه. عرفتي ليا انا في المغرب عندنا دار بيضاء، عندنا رباط، وعندنا طنجه. طنجه كاين الشركات الكبير اللي جايين من اوروبا كيديروا البيزنس هنا، وخاصهم يجيبوا معاهم لا ديجيتاليزاسيون، وخاصهم هون في طنجه نبداو نستعملوا مع لا ديجيتاليزاسيون. وطنجه هي دابا بلاصه كبيره او بوان دو فيو ايكونوميك.